مزيد من التحليل معي الآن الأستاذ محمد هشام محلل أسواق المال. الأستاذ محمد مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير وأهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني مهم نعرف العوامل الرئيسية اللي طبقا لهذا الخبر ستساهم في نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث لهذا العام أستاذ محمد. يعني البيانات فعلا أصدرت والاقتصاد الأمريكي حقق نمو بحوالي 2.8% خلال الربع الثالث من عام 2024، وده يعتبر أقل من النمو الذي تم تحقيقه خلال الربع الثاني بنسبة 3%. التأثير كان أو العوامل أو الأسباب أو العوامل الرئيسية اللي تسببت في هذا النمو هي أربعة عوامل تحديدا. يعني أولا الانفاق الاستهلاكي، على الرغم من ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفايدة ساهم الانفاق الاستهلاكي بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي الأمريكي، خاصة مع شاهدنا خلال الربع الثالث انخفاض في معدلات أو في الادخار بنسبة 4.8%، وده ساهم في عودة القوى الشرائية مرة أخرى للمستهلكين الأمريكيين. العامل الثاني هو الاستثمارات التجارية، يعني قطاعات زي قطاعات التكنولوجيا شهدت تحفيز قوي من جانب المشاريعين الأمريكيين. شفنا قوانين زي قانون تشيبس اللي بيشجع على بناء مصانع إنتاج أشباه الموصلات والبنى التحتية التقنية، ساهم بشكل كبير في دعم قطاعات اقتصادية كثيرة في الاقتصاد الأمريكي. العامل الثالث هو دعم السياسات المالية. القطاعات الاقتصادية التي تم دعمها وتحفيز المالي اللي تم ضخه في الاقتصاد الأمريكي ساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي الأمريكي، وإن كان شهد بعض التباطؤ خلال الربع الثالث. العامل الرابع والأخير في دعم النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث على وجه التحديد هو الصادرات الأمريكية اللي شهدت نمو ملحوظ خلال الربع الثالث نتيجة لزيادة الطلب على السلع الأمريكية. فبالتالي الأربع عوامل دول ساهموا بشكل كبير في استمرار ودعم استمرار النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الثالث، وإن كانت بعض المؤشرات تشير بأن ربما نرى بعض التباطؤ خلال الربع الأخير من عام 2024. طيب، يعني وأنا بستقرأ مع حضرتك الخبر، النقطة مهمة أيضا مسألة تراجع التضخم واللي أثرت بشكل كبير وبشكل طردي على زيادة الأجور، وهذا بالتأكيد يقودنا للفهم أنه ده بيؤثر على أنفاق المستهلكين. ممكن نشرح النقطة دي سريعا أستاذ محمد؟ بالطبع، يعني مع تراجع التضخم وارتفاع معدلات الأجور ده ساهم بشكل كبير في تعزيز انفاق المستهلكين الأمريكيين، خاصة مع التراجع دوت وارتفاع الأجور بيساهم بشكل كبير في دعم الأسر الأمريكية وبيساعدهم أو بيعزز من القوة الشرائية بالنسبة لهم. يعني مع تراجع التضخم ده بيشير إلى انخفاض في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وبالتالي بيعزز من قيمة أو من القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وبيدفعهم للإنفاق على احتياجات أخرى غير الاحتياجات الأساسية. من جهة تانية أو في المقابل مع التراجع ومن ناحية ارتفاع الأجور ده بيساهم أو ساهم أو بشكل كبير في مواجهة التضخم اللي حصل خلال الفترة الأخيرة وموازنة الأمور بالنسبة للأفراد أو الأسر الأمريكية، وبالتالي عزز الإنفاق أو الإنفاق الاستهلاكي في قطاعات زي قطاعات الخدمات وقطاعات الترفيه. عوامل ارتفاع الأجور ومن ناحية أخرى تراجع التضخم واقترابه من الهدف الذي حدده البنك الاحتياطي الفدرالي عند 2%، ده مجتمعين ساهموا بشكل كبير في تعزيز أو من تحسين القدرة الشرائية بالنسبة للأسر الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين، وكما ذكرت في البداية عزز من عمليات الإنفاق الاستهلاكي اللي تقريبا بتمثل حوالي أكثر من 70% من الاقتصاد الأمريكي. هل يعني جابت حضرتك الآن دليل على وجود مرونة كبيرة في الاقتصاد الأمريكي حتى كمان في مواجهة أي تحديات أستاذ محمد؟ يعني احنا ده شفناه خلال عمليات رفع اسعار الفايده اللي استمرت خلال السنتين ونص الاخيرتين. يعني الدليل من ضمن الدلائل، يعني من ضمن الكلام اللي انا قلته، هو استمرار الانفاق الاستهلاكي، وزي ما قلت هو بيمثل حوالي 70% من الاقتصاد الامريكي او الناتج المحلي الامريكي، وده كان بيتم على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع اسعار الفايده خلال الفتره الاخيره.
الامر الثاني وهو الامر المهم للغايه، وده اللي شفناه على مدار السنتين ونص، بالرغم من ارتفاع اسعار الفائده واستمرار تشديد السياسه النقديه في الولايات المتحده الامريكيه، شفنا سوق عمل قوي جدا وكان مرن بشكل قوي لدرجه انه لم يسجل تباطؤ في خلق الوظائف الامريكيه بالرغم من ارتفاع اسعار الفائده، وفي نفس الوقت انخفاض معدلات البطاله. مؤخرا فقط شفنا بعض التباطؤ في بعض الشهور الاخيره، ولكن على الرغم من ده شفنا على مدار السنتين ونص اللي فاتوا سوق عمل قوي جدا، بيشير الى ان الاقتصاد الامريكي كان مرنا في عمليات اثناء عمليه رفع اسعار الفائده. ايضا النمو في قطاعات زي قطاعات التكنولوجيا، وكما ذكرت ايضا التشجيع على بناء مصانع انتاج اشباه الموصلات ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد، وبينت قد ايه ان الاقتصاد الامريكي اقتصاد مرن ويواجه التحديات او الازمات التي حدثت خلال العامين ونصف الاخيرين. وربما كل ما ذكرته استاذ محمد بشكل او باخر سيؤثر على النمو الاقتصادي طيله التوقيت على مستويات المعيشه للامريكيين. بشكرك شكرا جزيلا على انضمامك لنا وعلى كل هذه التحليلات استاذ محمد، ضيفا عزيزا في ملء أعمل.